اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا اللهم فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إن آل الأسد استقروا بإيران، واستقروا بروسيا يا الله، واستنصروا بهم فنصروهم يا الله، استنصروا بدباباتهم يا الله، استنصروا بطائراتهم يا الله، ونحن نستنصرك يا قوي يا الله، ونحن نلجأ إليك يا الله، يا ناصر المظلومين يا الله، لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله، إن لم تنصرنا فمن ينصرنا يا الله، إن لم تخفف عنا فمن يخفف عنا يا الله، إن لم تفرج عنا فمن يفرج عنا يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إلا أنت يا رب العالمين، إلا أنت يا قوي يا متين، إلا أنت يا ناصر المظلومين، ندعوك دعاء مضطرين يا الله، أن تفرج عن أمة سيدنا محمد يا الله، أن تفرج عنا ما نحن فيه يا الله. اللهم وحد قلوبنا على طاعتك، وحد صفوفنا، ووحد كلمتنا يا الله، وانصرنا على آل الأسد يا الله، وانصر جيشنا الحر يا الله، واشف جرحانا يا الله، وعافي مبتلانا يا الله، واحمي لنا ثوارنا وجيشنا الحر يا الله. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واستر أعراضنا، وآمنا في أوطاننا.